كابتن وليد سليمان زي ما بتشوفهم ظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. وليد سليمان صانع العاب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تعرض لحاله اغماء شديده هو وعم حارس، طبعا يعني مشهور جدا عم حارس عامل غرف الملابس بسبب الدخان والقنابل الغاز اللي في الملعب، فالاثنين تعرضوا لحاله اغماء شديده. وكان باين حتى من الصور الاوليه اللي جات لنا اثناء تسخين اللعيبه ان وليد سليمان باين عليه في الصور انه متاثر جدا بالنفس، ودي مشكله كبيره. يعني وليد سليمان زي ما انت في بدايه كلامك قلت ان وليد حتى ولو مش بيشارك وجوده على الدكه بالظبط هو لعيب كبير طبعا وعنده خبرات. يعني هنتكلم شويه في الامور الفنيه، يمكن وليد طبعا من اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره جدا داخل صفوف النادي الاهلي. والنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره على المستوى الفني لكل المدربين كانوا بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا داخل ارضيه الملعب، خصوصا بعد رحيل عبد الله السعيد وبعد بعد طبعا اعتزال كابتن محمد ابو تريكه والناس اللي هي الكبيره يعني اللي ليها دور قيادي داخل غرفه ملابس النادي الاهلي وداخل ارضيه الملعب. صحيح. ومن جانب تاني طبعا سلامات للكابتن وليد، اكيد نتمنى له الشفاء يعني العاجل وان تكون حاجه بسيطه، وان شاء الله اهم حاجه طبعا سلامه اللعيبه يعني من اهم من المباراه واهم من اي حاجه. وزي ما قلت لك من شويه ان الثقافه بتاعه الجمهور تفرق بشكل كبير جدا. بنشوف النهارده اليورو الناس بتديره بشكل عامل ازاي، والجمهور بيخشوا ارضيه الملعب عامل ازاي. والعالم كله خلاص ابتدى ان هو يحضر نفسه ان موضوع الكورونا ده خلاص كان وقته وانتهى، وان ابتدينا نتعايش معاه ومحتاجين بس شويه تنظيم. انما بالوضع الحالي ده احنا كمصر او كدول عربية لو بنفس الوضعية اللي بتحصل دي اكيد مش هتعرف ان انت تنظم او ان انت تشتغل على حاجة بشكل كويس، يعني في ظل الاحداث اللي هي المؤسفة يعني دي اللي بتحصل يعني.